يقدم لكم هذا البرنامج من طرف ماكسيس. ماكسيس. كيف كل صباح عندنا قصة اللي كتقسمها معنا أم على الأمومة، ومع ماكسيس كنعاود نوجه لك لالا الدعوة ونحييك. مرحبا بك في الجروب ستي الحبايب، جروب نسائي 100% غتلقايه ممكن تولي تنتي عضوة فيه، تلتحقي بينا فيه على الصفحة الرسمية الفيسبوك سناء زعيم أصوات. كل نهاية شهر عندنا قرعة كنهديو لكم فيها هدايا من ذهب الخالص، سناسل ديال ذهب اللي تصوبات خصيصا كومونديناها مع الناس ديال ماكسيس مشكورين، ودرناها بهاد يعني الإمضاء ستي الحبايب، باش ان شاء الله ملي تعلقيها في العنق ديالك غادي تواتيك ذهب خالص طبعا، وستي الحبايب اللي معاني وكترمز الاشياء رائعه رائعه جدا في شنو هي الامومه، غير الامومه كلها وكيفاش كتعيشها كلها، كيفاش كتكتبها عليها ظروف الحياه ديالها. فكيف ما بغات تكون القصه ديالك، شنو ما بغات تكون تضحيات او تنازلات اللي درتي من اجل الاطفال ديالك، كتبي لي القصه ديالك، يعني غنكون فعلا جد سعيده ومسروره انك تشاركيها معنا في الجروب. راه السيدات كيتفاعلوا كيفيدوا بعضياتهم، كاين واحد روح تضامن رائعه جدا، وايضا حنا كنختاروا قصص متنوعه من كل انحاء المغرب اللي كتدوز معنا كل صباح على اثير اذاعتكم اصوات. اليوم غنمشيو لمدينه مراكش، معنا سكينه 30 عام اللي هي متزوجه وام ديال جوج ديال الابناء، ملك اللي عندها 2 و7 شهور ومحمد غالي اللي عنده 4 شهور. هو شرك مباركه مسعوده، وش اخبارك يا سكينه؟ مرحبا بك مباشره على راديو اصوات. السلام عليكم اخت سناء، الله يبارك فيك علينا وعليك، كي دايره؟ لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ مالك الحمد. يا تعرف انني نتواصل معك اليوم، والله العظيم جد سعيده بزاف. الله يبارك فيك. مرحبا بك. اول شيء طبعا سكينه، هو القصه اللي تارنا فيها هو انك ابنه ديال طلاق، يعني الاب والام ديالك كنتي صغيره طلقوا وعشتي وحيده مع الام ديالك، وكنتي دائما ديك الوحدانيه اللي كبرتي بها باغا تفديها نهار تكبري وتولدي بزاف الوليدات. اليوم الحمد لله هذا هو الحلم ديالك اليوم وانتي ام، واش كتعوضي فعلا داك الوحدانيه وداك نقص الحنان اللي كنتي كتعاني منه؟ اكيد كيف قلتي القصه ديالي بدات وانا صغيره، من كان والدي مفروقين الوغ ما كانوش عندي خوتي، ديما كان نلجأ للجيران ولا الجيران ولا العائله باش نلعب معاهم وهذا، ويمكن اللي ما كيبغيش يلعب معاك، كاين اللي المهم ديما كاين واحد النقص. ومن كنت صغيره باقا ما كنعرف لا زواج لا والو، ديما كنقول ان شاء الله غادي نكبر وغادي نولد عشرات الوليدات ولا نولد بزاف، وهذوك الوليدات غادي يعوضوني على خوتي ولا زروم قال نلعب معاهم، العقل ديال الصغار هذا الشيء اللي كان كيبان ليا. وفعلا فاش تزوجت الحمد لله رزقني الله بوليدات بجوج، ولقيت فيهم كل شيء، لقيت فيهم خوتي، لقيت فيهم جيراني اصدقائي، دابا ما عندي حتى حد، عندي غير وليداتي والوالده ديالي، هما فيهم كل شيء عوضوني بزاف. الوالده ديالك هي اليوم مستقره معاك عايشه معاك؟ مستقره معايا، وحتى هي هذاك النقص اللي كان عندها انها ما كانش عندها وليدات وعندها غير انا، بحكم انني كنت كنقرا بعيده عليها في مدينه اخرى وفهمتي ما جلستش معاها بزاف، حتى هي دابا بحال هذاك النقص حتى هي ملات بهاد الوليدات. دابا ولينا حنا ثلاثه، ولينا هي الام ديالنا وحنا وليداتها بثلاثه. قبل هاد النقص ما زعما ما عوضني انا، عوض حتى الام ديالي. عندي لك سؤال، لانه في القصه سكينه كتحكي على انه المشاعر ديالك كتجمع او كتختلط فيها ما بين الفرحه وما بين الخوف، لانه بعض المرات كيجيب لك الاحساس انه وليداتك بحال الا خوتك، لانه الوالده معك في الدار هي مربياهم، كيفاش كتعيشي هذا الاحساس هذا؟ فعلا الام ديالي دابا انا كنحس بها هي الحضنه كاملين، يعني انا واخا كبيره ومزوجه وهذا، ولكن ديما كنبقى انا الام ديالي وهذوك خوتي، واخا هي كتخاف عليهم اكثر مني انا، هي كتربيهم بحال كتربيني انا، كتقول لي راه كنشوف فيهم انت منين كنتي صغيره.
والحمد لله وتعودني على هذا وتعلمت بزاف ديال الحوايج الحمد لله. انا باش غنختم معاك انت يعني امراه وام اللي عاشت الحرقه ديال الطلاق وديال انه تكبري بدون اب يعني الاب الغايب، اكيد هذه المساله غادي تكون اثرت فيك بزاف. اليوم واش كتحرصي على انه العلاقه ما بين وليداتك والاب ديالهم يكونوا متقاربين؟ واش انت مثلا هذا الشيء كتهضري فيه مع راجلك كتقول ليه راه خصك تحن على وليداتك؟ الحمد لله عطاني راجل كيبغي الوليدات ومتفهم وعارف بزاف ديال الحوايج، لا حنين فيهم بزاف. واصلا انا العلاقه ديالي مع الوالد ديالي دابا فاش كبرت ولات عندي علاقه مع خوتي، عندي خوتي من الوالد ديالي كيجيو عندي كنمشي عندهم، الوالد ديالي دائما كيجي عندي للدار واخا معايا الوالده ما كاينش مشكل، كيجي هو ومراته وهو وليداته، يعني عندنا واحد العلاقه جد طيبه معه. ولكن في الصغر ما كانت هذه العلاقه، كان غير الاب ما كانوش الخوت، كانوا بعاد عليا، حتى كبرت عاد ولات بيناتنا علاقه. لكن الزوج ديالي كتحسي على انه الوليدات ديالك مع باهم يكونوا متقاربين بزاف؟ متقاربين الحمد لله، هم متقاربين وحنين فيهم بزاف، كيبغيهم واحد الدرجه ما كتصورش الحمد لله. زعما ربي عوضني بالزوج، زعما نعم الرجل الحمد لله. الله يسخر لكم في الوليدات ديالكم. سكينة من مدينة مراكش، شنو تقولي للسيدات اللي مازال ما كتبوش وما دخلوش عندنا الجروب؟ كيفاش شاركتي؟ يا ريت تشرحي لهم المراحل. انت اليوم هانتي دايزه معنا في البرنامج على اثير اذاعه اصوات، عاودي لهم المراحل اللي درتي. المراحل اللي درت هو انا ديجا كنت فان ديالك وكنت فان ديال اذاعه اصوات، كنت ديجا دايره جاي من لاباج ديالكم وطلع ليا لوجو، طلع ليا بانني نضم لواحد الجروب وانضميت ليه ودخلت وحكيت القصه ديالي بدون زياده او نقصان. والحمد لله الحمد لله عندي الحظ، قلتوا لي نخلي لكم النيمو ديالي، اتصلتوا بيا الحمد لله انا وبزاف ديال الصديقات ديالي، وكنقول لهم غير جربوا الحظ ديالكم ان شاء الله يكون غير الخير، غير ديروا النيه وكتبوا معايا ما خاسرين والو، كتبوا القصه ديالكم في الجروب وان شاء الله غادي يكون غير الخير. وتفاعلات كثيره كتنتظركم على الجروب من امهات اللي تا هما بحالكم، واخا تختلف الظروف ولا القصه ولكن الامومه كتوحدنا في بزاف الامور. ما تنسيش لالا باش تشاركي معنا كذلك انك تلايكي الصفحه الرسميه ديال الشريك ديالنا اللي هو ماكسيس عبر الصفحه الرسميه ديالهم، لايكيها وكذلك عاودي لي القصه ديالك ان شاء الله راه غتدخلي القرعه نهايه الشهر اللي فيها كنهديو لكم سلاسل من الذهب الخالص. كنحييك مره اخرى سكينه، الله يحفظ لك الميمه، سلمي عليها بزاف من عندي وبوسه كبيرة المالك والمحمد غالي وكل من عنده وليدات، الله يحفظهم والله يخليكم دائما تكونوا فرحانين بهم، لأنه الأمهات كتختلف القصص والظروف ديالهم، ولكن ثقوا بيا راه حتى شي أم ما كتكره دائما تشوف وليداتها حسن منها، كيف ما بغات تكون الجروح كيف ما بغات تكون ربما المعاناة، كاين اللي كيتفرق على وليداته ماشي لخاطره، ولكن راها الأم دائما هي الأم، الله يحفظها يا رب. قدم لكم هذا البرنامج من طرف ماكسيس.